في البخاري. مش بسرعة، والرجوع بسرعة كذلك من حفاف وسدني وكذلك رحمن. عملية الخط قلت تطلب السرعة في الدخول أو في الخروج والرجوع كذلك. دقيقة واحدة قبل نهاية المرحلة الأولى هذه من الوقت الإضافي. ويلا شاه شحمون مصادمي ملي لعب دور كما ينبغي. شوف الخطأ، شوف الخطأ هذا، تردد في الخروج وكذلك تردد في التمرير وعطاء الكرة من جانب مزيان، الشيء اللي ربما ساعد بويش باش يلحق على الكرة. كاد يحدث المفاجأة وهي تسجيل هدف ثالث. نهاية المرحلة الأولى من الوقت الإضافي هذا، 15 دقيقة الأولى انتهت، النتيجة هدفين مقابل هدفين. هدف الأول كما قلت سجله اللاعب بلهوشات في دقيقة 9 من الشوط الأول لصالح مولودية الجزائر، أضاف الهدف الثاني اللاعب مغيشي في الدقيقة 20، حيث كان الشوط الأول كله لصالح مولودية الجزائر، وهذا بفضل الطريقة المحكمة، الطريقة الممتازة اللي طبقها فريق مولودية الجزائر، بينما فريق شباب تيزي وزو تسرع نوعا ما في الشوط الأول أو في العشر دقائق الأولى من الشوط الأول، وبالتالي سمح لفريق مولودية الجزائر باش ينظم نفسه ويسجل هدفين. بينما في الشوط الثاني، الشوط الثاني الحكم سيد بوشما يطلب من اللاعبين ينطلق الشوط الثاني من الوقت الإضافي، بحيث ما فيهش وقت يفصل بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. قلت الشوط الثاني كان رجع لي شباب تيزي وزو بعد، خاصة بعد ما سجل الهدف الأول، فكان الجانب البسيكولوجي لعب دوره، حيث كان فارق هدف، والفارق كان هدف واحد، وبالتالي سمح لي شباب تيزي وزو باش يدعم أكثر خط هجومه، وأضاف الهدف الثاني عن طريق اللاعب عدان في دقيقة 27، وكذلك نستطيع أن نقول أنه بقى يسيطر في خلال الشوط الثاني. في الوقت الإضافي يبقى اللاعب ربما أكثر حيوية من جانب شباب تيزي وزو اللي يفتش على هدف آخر، أما فريق شباب أو مولودية الجزائر فيكتفي بالاحتفاظ إلى حد الآن بهذه النتيجة. لكن نشير إلى أنه هذا اللقاء لقاء كأس، فنتيجة التعادل ما تأديش شيء إيجابي لأي فريق، حيث فيه فاصل بين او شيء يفصل بين الفريقين، بحيث ما اذا بقات النتيجه متعادله هدفين مقابل هدفين فبدون شك نحضر، او بالتالي ما فيهش شك رايحين نحضروا الى ضربات الجزاء. على كل هذه النتيجه جزئيه، فيه 15 دقيقه اخرى تجري وانطلاقه لشباب تيزي وزو. تدخل بخاري، ربما مراد سيكون هذا الشوط الثاني من الوقت الاضافي في شوط الفريق الذي حضر بدنيا المقابلة. ربما فيه الجانب البدني يلعب دوره في مثل هذه المنافسات، منافسات الكأس، ولكن شيء آخر يلعب دوره هو التنظيم، تنظيم أو الطريقة التكتيكية. سعود بخاري الآن وعدان وركنية، قلت التنظيم كذلك يلعب دوره، لانه 15 دقيقة يعتبر شيء قليل، والفريق اللي نظم نفسه أكثر رايح ربما يكون شيء إيجابي بالنسبة له، بالإضافة إلى كما قلت ياسين التحضير البدني. نفاذ والدفاع مراكا لو موجود بالهوشات ما يوصلش على الكره. بوعدي
ثم مغيشي ياسف نقل صباح على الجهه اليسرى. قدفة من ياسف تصطدم بأحد المدافعين ومرى بكل صعوبة. مرى بكل صعوبة أمام جحمون. مون هكذا عمارة. ويلا من صفر. شهبويش وبلازيزي. جحمون. جحمون صبح يلعب كمدافع او كمهاجم في وسط الهجوم، قلب الهجوم. كل مكان المناسب لهذا اللاعب. هذا ما شاهدناه في الشوط الاول وفي معظم مشاريع الشوط الثاني. لعب على الجهه اليسرى. نقل الى صبح كقلب الهجوم بعد دخول لاعب زيتوني. صباح على الجهة اليمنى ويصف نشاهده على الجهة اليمنى اليسرى. خطأ لمرودية الجزائر. تنفيذ بخاري. وصل له الواضح. ست أو سبع أمتار بين خط دفاع شباب تيزي وزو المهاجم جحمون. تسلل واضح. وفي الحين بدات في الميكروفون انه حافلات في صالح انصار شباب تيزي وزو وكذلك مولود الجزائر. استقبلهم لي ويكون التنقل مباشرة لغريزان والمحمدية للأنصار لي نقلوا عن طريق القطار. خمس دقائق لعب. نتيجة هدفين مقابل هدفين. اللي رجع للوراء موجود الحارس عمارة من أبرز الحراس كذلك على الصعيد الوطني. زيتون ولو موجود جحمون أدغير بصعوبة بصعوبة وتخرج ركنية. ما وصلش عليها اللاعب حفان. ركنية في التنفيذ يصف. طويلة جحمون أمام مجموعة من اللاعبين والدفاع. يصف من جديد وتحاول الدفاع كذلك من جديد. ويش حمران حمراني اتجاه صدمي فتحة من صدمي وبلهوشات تدخل ثم بخاري. جحمون عزول لا جحمون رحموني تركالي عبد السلام حمراني مرات عبد السلام ومدان مدان و ليس عبد السلام
عدى لازي كرة عالية ومخالفة، مخالفة يتسبب فيها لاعب زيتوني. سقوط لاعب صادمي اللي قلت قام بدوره كعاده لاعب صادمي، من أن تكون الإصابة هذه خفيفة ويعود صادمي. انخفاض من جديد يخص المستوى، رجع عوامل كثيرة، تحضير بدني، جانب سيكولوجي كذلك، بحيث كل فريق ربما متخوف من الآخر، ينتظر في عملية ضربات الجزاء. شيء يخلي ما يسمحش للمهاجمين او حتى المدافعين اخذ المبادره للصعود. يعود اذا صدمي واستأنف اللعب. عبد السلام حمراني اما غيشي لا شحمون، تبقى الكره عند مولوديه الجزائر. عاد غير يسقط اللاعب أدغير، عشر دقائق لا نتيجة متعادلة، نفس النتيجة اللي سجلت في الشوط الثاني، هدفين في كل شبكة بين كل من شباب تيزي وزوا مولودية الجزائر. لقاء الدور السادس عشر يجري هنا بملعب الوحدة الإفريقية بمدينة معسكر. سقوط بعض الأمطار خفيفة، رغم هذا فالميدان يبقى جيد، ميدان هذا الملعب. مزيان مراكا مغش بخاري زيتوني، شاب زيتوني قلت الشوط الثاني. الحكم السيد بوشماوة، تبقى المحاولة من جانب شباب تيزي وزو اتجاه مدان. مدان وبخاري تقص جحمون وراء كل الكرات، يبقى ينتظر وحده في الهجوم. مغيشي طويلة لا ما يفتحش إن كان موجود يصف بالهوشة ما يصف طويلة، وين موجود جحمون هالي الهوشة، ثم يصف فتحة ممتازة من يصف. فيه تعب لياقة البدنية هنا بدات تظهر عند معظم اللاعبين، تظهر أكثر في عملية القذف هذه اللي تتطلب جهد كبير وقوة كبيرة كذلك. زيتوني تبوع بصدمي، نشط صدمي جاه مراد، ما راح يفتح اللاعب مراد بالفعل وتمس. بخاري هو الآخر قائم بدوره، شاهد يسقط الأمطار، لكن ما تأثرش على
المقابلة في حد ذاتها. حفاف أدغير، خروج بسرعة ورجوع مزيان. اتجاه مبويش وقت تخرج الكرة. فيش دقة الآن في المرحلة الأخيرة هذه من الوقت الإضافي، فيش دقة في تمرير الكرات وكذلك في التصويبات. ويعلن حكم المقابلة السيد بوشمع على نهاية 120 دقيقة بالنسبة لهذا اللقاء، اللقاء اللي قلت يدخل في إطار دور 16 بالنسبة لكأس الجمهورية. النتيجة هدفين مقابل هدفين، فيه ضربات الجزاء للفصل بين الفريقين. ياسين مش عارف إذا كان فيه نشاطات أو نبقى مع. نعود إذن إلى معسكر ورميات الجزاء، يبدو لي راح تنطلق مراد. بالفعل ضربات الجزاء راح تنطلق، وهي اللي راح تفصل بين الفريقين والتأهل للدور الثمن نهائي. في حراسة المرمى عمارة أمام اللاعب مزيان قائد فريق مولودية الجزائر، وأول قدفة مزيان وعمارة بكل روعة، مزيان وعمارة بكل روعة. ما يسجلش لاعب مزيان قائد فريق مولودية الجزائر. مدان والحارس العربي حكيم مدان، اول قدفة لشباب تيزي وزو. كان بكل قوة اول هدف سجل اللاعب مدان. شوف الإعادة واستعمال القوة في القذف. أنا أظن اللاعب مغيشي راح يقوم بالقذفة الثانية هذه. بالفعل مغيشي والقذفة الثانية لحا من مغيشي. أول هدف بعد ما ضيع اللاعب مزيان الضربة الأولى حمراني. حمراني يحمل رقم 10 في صفوف شباب تيزي وزو، لعب دور كبير في الشوط الاول خاصه. حمراني استعمال الذكاء كارتماء الركن الايمن بالنسبه للحارس العربي، وهدف ثاني. بلهوشات الضربة الثالثة بالنسبة لمولودية الجزائر. الجزائر اللي كان فايز في الشوط الأول هدفين مقابل صفر، ويضيع يضيع بكل سهولة لاعب أو الحارس عمارة. كانت قذفة سهلة، ما عرفش بلوشات كيف يقذف ضربة الجزاء هذه ويضيع ثلاث ضربات. هدف واحد يخص او لصالح مولودية الجزائر. شباب تيزي وزو هدفين بعد ضربتين. فرحة كبيرة كما نشاهد عند انصار وجمهور
شباب تيزي وزو اللي تنقل عدد كبير من المصاب هذا الفريق نقلوا لي معسكر أدغيخ قائد فريق شباب تيزي وزو سجل كل روعة أخرى رغم أنه الارتماء كانت صالحة للحارس العربي لأنه أدغيخ يسجل هذه الضربة الثالثة فرصة كبيرة للفوز بالمقابلة عرف كيف يفرض وجوده في الشوط الثاني من اللقاء شحمون الضربة الرابعة كل قوة كل قوة يسجل حتما إذا كان سجل اللاعب الصادمي على ما نشوف الإعادة والقطفة القوية من شحمون صادمية وحثة حفف هو اللي راح يقوم ب الضربه هذه او القذفه الرابعه لحد التسجيل تسمح لفريقه باش يفوز بالمقابله ويتاهل وبالفعل بالفعل يسجل حفف الضربه الرابعه 4-2 وهذا الهدف هذا يسمح له باش يفوز بالمقابله بنتيجة كما ذكرناها وكما شاهدنا الأهداف المسجلة هدفين مقابل هدفين وضربت